ساعة شباب مكمل معاكم ولسه فقراتنا مستمرين. طبعا يقولوا دائما اقول طبعا كثير، حاول انا اقللها باذن الله. طبعا بس هذه اخر مره. طبعا يقول لك دائما ابدا الشباب عندهم ابداعات وعندهم كثير من الافكار وما في حدود لها، ما شاء الله تبارك الله. عندنا طالما كل المجالات متاحه للجميع، تحديدا ضيفتنا حبت تتميز عن بقيه المصممات فاختارت انها تكون مصممه ازياء رياضيه خاصه بالرجال. تحديدا رياضيه ليش وبالرجال ليش؟ هنعرف اكثر. بدايه مشروعها كان في تحدي كثير، هنعرف الكثير مع فاطمه ابو حميد. حياك الله معنا. اهلا اهلا. مصممه فاطمه ابو حميد، كيف حالك؟ الحمد لله كويس، انت كيف حالك؟ تمام الحمد لله. الله يسلمك، الله يعطيك العافيه. طيب ما اعرف فين ابدا بصراحه، يعني خلينا نبدا بحكايه التصميم الملابس الرياضيه للرجال. ليش ما بداتي اول شيء للبنات؟ اي اول شيء بصراحه ما كان في بالي اني انا حتوجه لقسم الشباب. بعدين لاحظت نفسي كثير، يعني مثلا لما اروح السوق مثلا خارجه بشتري شيء معين، الاقي نفسي فجاه رحت لقسم الشباب، اجلس اتفرج على التيشيرتات، على كيف الالوان، على الخامات كيف. حسيت الموضوع مره بيستهويني كثير، فمن ديك اللحظة قررت خلاص أنا راح أسوي إن شاء الله، يعني حتوجه لمجال الشباب. الشيء الثاني، لو تلاحظ ما في كثير بنات بيصمموا للشباب. صحيح. أيوه، فحبيت إنه أبدأ في ذا المجال وأتميز فيه. جميل. خلينا نقول يعني ممكن لما شفتي ملابس الشباب الرياضيه او الكاجوال بشكل عام، استفزتك انها ما هي مره جميله او ما هي مثلا كماتيريال ما هي عمليه؟ ولا اللي اشوفها قصدك؟ أيوة. لا كانت يعني بتلفتني، كانت كثير مثلا في اشياء مثلا كتركيب الوان كميكس اند ماتش. أيوة أيوة. كانت كثير انه مره حلو، عارف يعني. أيوة. فكنت كثير انه خلاص قررت وقتها انه خلاص انا راح اتوجه له. طيب جميل. طيب ايش الامور اللي دائما تاخذيها بعين الاعتبار وقت التصميم؟ يعني في خامات معينه، اقمشه معينه، اشكال معينه بتتميزي فيها؟ هو عموما قبل ما اسوي ابدا مثلا اسوي كولكشن، مثلا انا حسوي ربيع الصيف 2015. حلو. ايوه، ابدا اعمل ريسيرش، يعني البحث الخاص فيا، اللي هو مثلا ايش الالوان اللي طالعه في الموسم ده، ايش الاقمشه الخامات اللي طالعه، ايش القصات اللي طالعه، على اساسها ابدا اشتغل انا. قديش اخذ منك التصميم الواحد؟ لا يعني على حسب. تقريبا يعني تقريبا يعني ساعتين 3 ساعات تصميم الواحد. ايوه على حسب. بس كفكره بس؟ لا كفكره مره تطول، لما تجلس انه تركب انه ايش الثيم اللي حشتغل. أيوة عليه. أيوة. لا مره يطول يعني. ياخذ وقت على حسب. ايوه يعني كذا بالاسابيع يعني. انت تقعدي ثيم قصدك حق السيزون كله؟ ايوه اللي اشتغل عليه، لو تلاحظ اغلب التصاميم كلها روح واحده. فهذه التصميم الواحد ياخذ ساعتين عشان تنفذي الفكره كلها. معليش انا بس تفصيلا، لانه معليش في مصممات كثير ممكن يحسبوا الشغله سهله، او حتى الناس اللي ما لهم فيها يحسبوا الشغله سهله. فعشان تخلصي الكوليكشن كله حق الموسم كله، قد ايش ياخذ منك؟ ما اعرف، انا هو على حسب يعني. انا ما كنت اشتغل ورا بعض ورا بعض، فكنت ماخذه ايوه كنت ماخذه راحتي، فممكن كذا تقريبا حق شهر اخلص الكوليكشن كامل. كل التصاميم. ايوه ما شاء الله، بالطباعه بالخياطه بكل شيء. ما شاء الله تبارك الله. طيب لا مو شهر، سوري مو شهر، انه بالطباعه بكل شيء. بس تخطيط؟ لا بس تخطيط. انه بس يعني كرسمات، هذا ديزاين واحد اثنين زي كذا. يا الله. أيوة. انا استغربت، ما شاء الله تبارك الله، قلت بسرعه بس. شغله والله ما هي بسيطه. طب انت حسابك على انستغرام ما عندك محل خاص؟ لا حاليا على السوشيال ميديا، لسه دوبنا مكملين شهر يعني. حلو. دام ان احنا على السوشيال ميديا، كيف لقيت اقبال الناس او تحديدا الرياضيين، لانه ملابسك اكثرها رياضيه وكاجوال؟ ايوه. وكيف الانتقادات كانت؟ هو نحن شاركنا في معرض شباب الاعمال، كان اول نزول لينا. فالحمد لله الحمد لله، مره كان شيء مشجع، كان شيء يحمس كبدايه. فيعني اكثر الملاحظات اللي مره كذا ادتني حماس، كان في واحد كذا كانوا مجموعه جايين، وكنت بشرح لهم الفكره في المعرض. فنص الكلام عرفوا انه نحن والله ماركه محليه شبابيه، يعني اغلب الاساس هنا كله. قالوا لا نحن كنا نفكر انه انت والله شركه جايبينها من برا، وانت مندوبه بس بتشرحي الماركه. فمرة كان دافع لي. ايوه جاتني انتقادات، بس اغلبها كانت هادفه يعني في مصلحتي. زي مثلا في قالوا لي مثلا ليه بس تي شيرت، لانه يعني اغلبها لو تلاحظ تي شيرت وكابس يعني مره بسيط. فانه طب فين الاشياء الثانيه، مثلا الليجنز، الجاكيتس، بقيه المنتجات.
فان شاء الله باذن الله يعني هذا الشيء اللي حتركز عليه اكثر. أيوة ان شاء الله باذن الله انا احاول اوسع نفس. طيب تعتمدي على ايش في تصميمك؟ يعني انا لاحظت دائما التيشيرتات او الكات دائما عليها اللاينز الكثيره. أيوة. واللونين ثلاثه بالكثير بالضبط. هو لانه مجال الشباب تصميم الشباب اغلبه يعتمد على الالوان وعلى القصات، فلما انا كان اللاينز الستريبس كانت طالعه ترند فانا قلت خلاص انا حمسك شيء واحد واشتغل عليه، ما احب انه يكون زحمه، يعني هو اوريدي تي شيرت. ايوه فقلت خلاص انا حمسك الشيء ده واشتغل عليه، فكان تقريبا كان كله اللاينز والكالرز لو تلاحظ. هذا اللي لاحظته اكثر شيء. ايوه وبرضه كنت حريصه انه يكون للنادي وممكن يكون لخرجه. ايوه هذا اهم شيء. ليش؟ لانه لما كنت بشتغل حتى لو تلاحظ اخترت اقطان لانها مريحه وعمليه في نفس الوقت. فلما اخترت لما كنت اكثر شيء كنت مركزه عليه انه والله ابغى لي الاثنين، ابغى لي النادي في نفس الوقت انه مو ما تقعد القطعه في الدولاب، تقدر تستفيد منها، تقدر تنسقها مع جينز، مع يعني تكون كاجوال. فهذا كان برضو الاساسيات اللي كنت بشتغل عليها. حلو. طيب يعني معلش فاطمه، ما شاء الله تبارك الله مصممين ومصممات مره كثير شباب وبنات. في امور كثيره انت مميزه فيها. لكن برضو ايش، هل في شيء يعني انت في بالك حطيته انه هو اللي حيميزني ما بين كل المصممين؟ اوكي. شوف انا لما كنت بشتغل على الموضوع ده انا اشوف مو اي احد حيلبس كورير، يعني اللي هي لو تشوف لو لاحظت اللوجو حقتنا انه كان نمر. صحيح. ايوه فلما انت مثلا في الجوال تشوف صوره النمر يعني يعطيك شعور بعزيمه، اصرار، اراده، نجاح، انه ده الشيء عارف ايش يبغى بالضبط. اسمه كورير؟ كورير يا اسبانيش معناتها جري، رن معناتها جري. حلو. فاللي يلبس كورير انا كذا يعني شايف انا الموضوع ده اكبر من انه هي ماركه او انه هي ملابس، يعني رسالتي اكبر من كذا، انه لازم الشخص يكون واثق من نفسه، لازم يكون عارف ايش يبغى، يعني يكون عنده طموح، يكون عنده هدف انه انا ابغى ذا الشيء انا حوصل له ايا كان ظروفك اللي حوالينك. وفي نفس الوقت الكوليكشن نفسها جريئه اللي شفناها فيها. ايوه فحس هو ده اللي يميز الكلاين، يعني اللي يلبسه. اللي يلبسه بالضبط. طيب بس اخيرا ايش حتسوي ان شاء الله مستقبلا عشان نعرف بس؟ في اشياء مفاجاه ما راح اقولها احرقها. وفي اشياء ان شاء الله احاول اكبر نفس الماركه، احاول اوفر انه جميع المنتجات اللي ممكن الشخص يحتاجها. جميل جدا. طب حابه اشكر اي احد بس في الختام؟ ايوه طبعا اشكر كل احد دعمني ووقف معايا في المشروع ده وكان سبب من نجاح المشروع ده. كمان احب اشكر المودلز اللي كانوا معايا، كابتن نايف هاشم، كابتن فاضل عطيه، طبعا المصور عمر حاتم. يعطيك العافيه فاطمه. بحمد اتمنى لك التوفيق. امين يا رب. وخليكي دائما كده مميزه في 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 خطك ودائما يعني مستمره، واحنا دائما داعمين لك. وشكرا لك على الهديه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. جبتي لي التيشيرت. يعطيك العافيه. شكرا لك. مشاهدينا دائما ابدا طبعا عندنا الكثير من المواهب، لكن كيف نقدر نوظفها، كيف نقدر نستمر على انجاز عملنا؟ لازم يكون في اراده وعزيمه عشان نستمر مهما كانت الانتقادات، حتى لو كانت هادمه مو بناءه، نقدر ان احنا نستمر اذا كان عندنا هذه العزيمه. بعد الفاصل حنرجع لكم في ساعه شباب، خليكم معنا.